يا مهدي. في العام الماضي اشتركت في 10 من الشعائر الحسينية، لا يكن لا سمح الله في هذه السنة تصبح 9. لا أقول لا يكن لا سمح الله تبقى 10. لا أجرن تبكيك عيني لا لأجل مثوبته. ولكن الجزاء هذا الجزاء ليس لأجل هذا. المؤمن شوقا إلى سيد الشهداء يذهب إلى كربلاء. المؤمن يسمع اسم الحسين قلبه ينكسر. ولكن هؤلاء أهل البيت، هؤلاء يتعاملون بهذا التعامل مع من يشترك في شعائر سيد الشهداء، لا يكون أن تبقى مكانتي في الشعائر الحسينية كما كنت في العام الماضي. هذا الباب من أبواب الجنة. يا زهرة يا زهرة إن هداك البرايا بنوك، يا زهرة يا زهرة يا من رضا ربنا من رضاها، يا زهرة يا زهرة يا زوجة المرتضى في علاها، يا زهرة يا زهرة سيدتي إنك خير النساء، يا زهرة يا زهرة.